حرب ثاني لمساند اوباميون وخصوصا المهاجمين، وهذا هام جدا بالنسبه لنيكو غونزاليز حتى اللعب هذايا يتعود على الدوري الاسباني. تشافي يعطي فرصه للعب هذايا حتى يسجع برشلونه الوصيف. وبالنسبه 2021-2022 أكثر من 26 ألف مشجع في آخر زيارة البارسا في آخر مب للعب روبن فيزو اللعب البورتو. بارسا في مباراة اليوم لدينا في حرس أساسيا في مباراة اليوم تشافي راحة اللعب مدرب تشافي، ولدينا هنا محاولة لفريق ليفانتي خط في كرة وصلت إليه في تسديدة يمينية على طريق فيران توريس وصلت إلى فرانكي ديونغ والعرضية في رحلة البحث عن الهدف الأول فرانكي وموراليس يريد أن يوزر هناك تمريرة ترسل هذه الكرة طولية أصلت سالة عند ليفانتي انطلاقة هنا تأتي محاولة قائمة لكنها في الأخير حاول أن يمر ومر الكرة ممتازة كامبانيا وتسلقت الماضية أصلت بهذا الشكل بعد ذلك سود أمريكا أسيا تشافي هرنانديز الرجل تمريرة عن طريق بوسكيتس عودة للخلف من جديد نقلة في اللي ربما عشاق نادي برشلونة يتدجلبيه نعم هنا حاضر الى بوسكيتس بعد ذلك كره ترسل عاليه فرن والراسيه من البرازيل انطلاقه هنا تمريره رائعه الى اوباميونغ لكن في موقف تسللية باتجاه اوباميونغ اصابه برشلونه في هذا اللقاء هذه الكره الاثناء تمريره نقله باتجاه بوسكيتس وصلت الى جوردي في اليسار لا فرن ممتاز الكره خطيره تاتي هذا جول الكره الماضيه هو الذي ارسل الكره الاخيره فريمان ترسل هذه الكره طوليه بعد ذلك شتيغن يطلب يتقدم عثمان ديمبلي يهرب في الطرف الايسر عرضيه تاتي وفيها وصلت الى جوردي في اليسار الفا والعرضيه الراسيه ليس الله 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 يا له من مرتب في هذا الموسم وهنا حقيقه كان قريبا لو بعد ذلك اريك غارسيا الذي في لقطه مهاريه جماليه كانت رائعه عن طريق بورالي 9 اهداف في حال يا ليفانتي محاولة المرور هنا تقدم في اليسار عرضية تأتي فريق يا ليفانتي عرضية تأتي والهدف الأول يضيع لكن جير مارتي أرى أخو طرف الأيسر ألبا يحاول ألبا وعرضية ترسل عالية على قدم يحاول فرن عند كرة تقدم والتصويبة تأتي المرمى اللي تصدى في الكرة الماضية وكلاهما كانتا من جانب فرن لكن هنا محاولة خطيرة يجد نفسه أمام فرصة عن طريق اللاعب تاتي لفريق ليفانتي داني ألفيش غطى داني ألفيش أتي فريق برشلونة لداني ألفيش لاعب اللي موجود والخطورة واردة وصلت إلى فرانكي والدزة في المسيرة له كرة منقولة عن طريق موراليس يتقدم من جديد ودقيقة وهنا صافرة الحكم السيد من ويرا موتيا شوط أول كانت تقريبا بنفس الأداء الذي ظهر به أمام فريق إلى عبد الله العلي حيث ليفانت الفريق الذي يستضيف المباراة قصيرة إلى ديمبلي عرضية عالية راسية الله لم تكن سابعة كانت كرة عثمان وراسية وكان جانب سون تمريرة كرة الرد خطيرة هنا تأتي أور هو من يتحصل هنا على ركلة هناك ركلة جزاء نعم عينك عافية لكن داني ألفيش هو موراليس جول المباراة الأول هنا يعوض يكتب التاريخ خافوا أكثر بيكس ياتي بهذا الموسم برشلونة من علامة المسجلة الهدف الأول نادي ليفانتي فاتقة الجزاء راسية هنا حاضرة وركلة جزاء ثانية لسان واحد اللاعب اللي تزداد الصعوبات أكثر على فريق برشلونة تلا جزاء مارتي والثاني جول أوه قدم اليسرى وبالتالي التنفيذ كان صحيح في شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء نعم المبطرة في الأيمن تحولت إلى خارج الملعب الآن لاعب خط ديمبلي يتقدم عرضية عالية جول الله أوبيمان من الممول هو عثمان بعد ذلك عرضيات من جانب هنا في هذا الملعب في ملعب سيوداد فالنسيا تراس البارسا يعدل التمريرة في الطرف الأيسر جوردي عرضية راسية الله ما ظهر في المرة الثانية هنا في كرة الرين مر غابي تقدم تمريرة جول الله فتى هذا الذي لديه شيء من عبقرية ليو بالفعل كان هو أبو الحلول كان خذها واجعل الأمر يتحول مثل ما بيدري خذوها سجلوها واحتفلوا هدفان
البارسا بوسكيس نقلة أخرى محاولة أخرى تمريرة أخرى بعد ذلك تقشرة هنا ستنفذ فيران وتزيد تاتي لكن بعيدة تعود الكرة عكس اتجاه اللاعب إلى أقصى اليسار لكن هنا داني ألفيس عاد ليفانتي سون يتقدم سون والتصويب الله قريبا في اللقطة الماضية ولكن مارك أندري تير شيغي يمر ديمبلي هنا يذهب في اليمين ديمبلي والعرضية لكنها فريقي ليفانتي كرة واعدة خطيرة هنا تاتي العرضية جول جاي أوباميونغ هنا الكابوني في الاستلام بدري من جديد لكن أنجلي محاولة المرور التقدم بعد ذلك الفرصة لتزيد أنوير أبوتيرو يا لونغلي من تأتي فريق ليفانتي هنا تقدم من سبارتي وهنا بعد ركلة جزاء ثالثة لفريق ليرو ميليرو 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 جول 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 ليفانتي يسجل هدف التعادل من على في هذا اللقاء اللاعب الذي تسبب في التعادل قبل النهاية بسبع دقائق لفريق ريال مدريد كرة منقولة هنا تمريرة بينية تأتي بتش كرة بينية لا قلت تأتي هذا جول هذا جول هذا جول خطا كان موجود هذه كرة جافي عن طريق جوردي ألبا عرضية عالية ديونغ الله الله ديونغ الهولندي بالاختصاص نعم لكن كرة قطعت لكن هنا جوردي والعرضية انتفاضة البارسا هناك انتفاضات من تعود في الفترة الأخيرة على الانتصار